أنا لما كنت في سوريا سمعت عن طالبة في كلية الطب ونشيطة وتطلع المظاهرات وتلعب الكرة وأحد الزملاء قال لي مثل الرجال، فأنا يعني عندي فكرة عن شيء ما قد شفته ولا كذا. فلما جيت البحرين 78 كان في جون الصور، وكان في اجتماع في المستشفى السلمانية كل يوم الثلاثاء يجتمعون كل الأطباء، واحد الأقسام يقدمون حالة ويناقشونها. فكان الدكتور صديقي، كان دكتور قلب رائع، وكان مع أحد الأطباء المتدربين بنت. فهذه البنت وقفت وقدمت الحالة وبشكل رائع، بنت جميلة ومهذبة وتتكلم بشكل رائع. وكان جالس بجنبي الدكتور الأسنان الجشي. فعقب ما خلصت المحاضرة عرفني عليه دكتور خليل، دكتور سلمى المحروس. من ذيك اللحظة صار مثل حب من أول نظرة، واستمر 40 سنة، أكثر من 40 سنة، ومع الأسف فقدناها. كان يعني صدمة كبيرة كبيرة في حياتي.